السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ديلي السكينة. اليوم كنقترح عليكم طريقة تحضير الحريرة المغربية بطريقة ديالتي الخاصة وبالدقيق ديال الشعير والخمير البلدية. كتجي رائعة وكتجي زوينه بزاف وبطريقة سهلة ومبسطة جدا. إلى عجبكم فيديو ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، شاركوني اقتراحاتكم وآراءكم. إلى كنت أول مرة كتزوروا القناة تضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. دابا غادي ندوزو للمقادير ديال الحريره اللي غادي نحتاجو فيها. بصله كبيره مقطعه رقيق بهذا الشكل هذا. غادي نحتاجو تقريبا زلافة لاروب ديال العدس والفول وجلبانه يابسه كما كتشوفوا على حسب الذوق ديالكم، اللي بغى يديرها يديرها. وهنايا عندي زلافه ديال الحمص اللي مرطب في الماء، وعندنا هنايا كرافس وقزبر ومعدنوس. كيف ما كتعرفوا حنايا دابا في فتره الحجر الصحي، انا عندي مجمدين ما غاديش اللي عنده طريين يديرهم. وتقريبا هنايا عندي واحد كيلو ونص ديال مطيشه مطحونه. وهنايا غادي نحتاجوا الملح، خرقوم، بزار وسكينجبير. غادي ناخذ بصله، غادي نوضعها هي الاولى، وغادي نزيد الكرافس والقزبر ومعدنوس كيف ما قلت لكم انا عندي مكونجولين. غادي نزيد الحمص اللي كنرطبوه في الماء بالقشره ديالته، ما كنحيدوش ليه القشره باش يبقى محافظ لينا على الفوائد ديالو. وهنايا غادي نديروا العدس والفول وجلبانه يابسه. وغادي ندير دابا في العطريه، غادي ندير الملح على حساب الذوق. سكينجبير الابزار على حساب الذوق، الكركم او الخرقوم البلدي. صافي غادي نكب عليها الماء طايب، وغادي نخليها حتى نحسو بالحمص طاب، وعاد غادي نضيفو مطيشه. هذه هي الطريقه ديالتي انا باش كنخدم. فكاينين اللي كيديروا مطيشه هي الاولى، داكشي كيبقى على حساب الذوق ديالهم همايا. انا كنخليها حتى كيطيب ليا الحمص باش ما كيقصحش ليا الحمص، ومنين كنحس به طاب عاد كنضيف ليه مطيشه. دابا غادي نضيف الماء طايب وغادي نخلي الكل حتى يطيب. صافي دابا غادي نعملها فوق البوطه حتى يطيبوا، ونطلقوا ان شاء الله باش غادي نضيفوا مطيشه. انتما كيف ما كتشوفوا كطيب لينا القطنيه. صافي دابا غادي نزيدوا مطيشه محكوكه ولا مطحونه. غادي نخلطو مزيان وغادي نخليوه حتى كطيب وتغلى مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. علي ما طابت لينا مطيشه اللي دفنا على الحريره. غادي ناخذ دابا باش غادي نحضروا التدويره ديالتنا اللي استعملت فيها 3 ديال المعالق كبارين ديال الخميره بلديه مع دقيق ديال الشعير، وضفت لهم الماء وغادي نخلطهم وغادي نحتفظ بهم على جنب بين ما طابت لينا الحريره ديالتنا، ونتلاقاو ان شاء الله باش غادي ندوروها. صافي هاي الحريره ديالتنا بعد ما كتغلى مزيان. دابا غادي نضيف ليها الشعريه. صافي دابا غادي نحركو على الشعريه وغادي نخليوها تقريبا واحد جوج دقائق اولا ثلاثه، وعاد غادي نزيدو عليها التدويره ديالنا. بعد ما كدوز جوج دقائق دابا غادي نديرو التدويره.
حنا تنحركو بشويه بشويه. صافي دابا غادي نخليها حتى كيطيب الدقيق كامل وتكمل الحريره في الطياب ديالها ونتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما كطيب لينا الحريره ديالتنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نضيف واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس كنخليه هو الاخر عاد كنضيفوه. صافي دابا غادي نطفيو عليها. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالتنا كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف بزاف انتما كيف ما كتشوفوا. نتمنى انكم تجربوها واكيد طرقكم وتنال الاستحسان ديالكم. فما تنساوش دعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفات جديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر من ديلي السكينه.